مساء الخير، مساء النور من الفحيحيل. لا انت السيارة واقفة، ليش ماسك؟ لا بحب الفحيحيل. انت وين؟ انا قربت تنزل. لا والله تنزل، بس انا بحب الفحيحيل والله. صل على الرسول. اللهم صل على محمد. وين الفحيحيل يا رجال؟ والله انك في الفحيحيل. صل على النبي. انا طلعت. انا بطلع من فوق. اكتب الفحيحيل، شو كم يبعد عنك؟ والله في جنب حديقة الفحيحيل عامة. تعلمني بالكويت. انا طيب كيف تقول انت بالفحيحيل؟ انت من اول زياره الكويت، ما لها دخل اول زياره. انت تقول ما احنا في الفحيحيل صح؟ لا والله دخلت جوجل جنب حديقه العامه الفحيحيل. جنب الفحيحيل والله احنا في الفحيحيل. مساء الخير يا ابو البراء. معليش يعني بضبطنا. شنو الامور؟ اهلا وسهلا. يلا حيا يلا حيا. احنا من مسعود شعبول. طبعا مسعود شعبول جاي لانه ما يدل المغاصر المصاب ولا عنده الدريويل تاخر. الدريويل حقه الله يجعله الصلاه. يا مسعود يلبس يلبس يلبس. هو يعامل المغسله مغسله مصبغه مصبغه. سم المسميات مسمياتها. ويشرب بس ورب البيت فهد الملحي مسلم عليه. الله عليك وعليه السلام. والله يا ام موالي ترى بالحسن. اي والله يا الملحي من عماكر. نعم نعم خلاص. الله يبقيك. من المصبغة. من وين؟ من المصبغة. وراح ندش للحلب. دشن وياي. ايش صبغتها ابيض؟ لا والله اصيح بالحارة. يعني انا كويتي اصيح بالحارة. من تكلم؟ السواق داق علي. ام البر داق من الرديف. نعم ونعم ام البر. طول بعمرك. شبه طاري ادير يسولف عن بلاه. قسم بالله ما بخير مثل اوه. بندر بن عوين وفهد بن فصله. ونعم بهم جميع. وصلنا عند عيفان عسل الله يتمم له فرح ويسر امره ويجعلها على قوه يا رب العالمين. محمد يا مرحبا بامامنا. يلا حيا. نعم على العين والراس معروف طال عمرك. جلها دائما يا حبيبي. ما خلا الله يطول عمرك. الله يا حبيبي. يعني انا صافن. لا لان اللقطه الاولى بتنقص بعدين بنحط فيها داري. يا عرفت تسوي زي حركاتكم يا اخي. مرت علي حركاتكم يعني جمعت حدد حركاتكم يعني في النهايه نسخه مكتمله تقديم مكتمل نطلع بتصميم تصميمين بتتك نور الدنيا كذا. الاضاءه حلوه جدا حبيبي. نورك اخوي زياد. لا السلام. سعيد فيك اخوي زياد. سبب نجاح سكريبت اثنين الخلطه دعوتك يا حبيبي. ما اسمه قبله ما اعرفكم. القبول شيء صعب. سبحان الله. الله يرزقني قبولك يا رب. الله لا يوفقك. مرحبا انا ابي عبد الرحمن. اقل التركي ولا لا؟ ابوك انت نور الدنيا. نورك يا حبيبي. الله يحييك. الله يبارك لاخوك. امين. الله يسعدكم جميع. وصلت مباركتكم بالروح قبلتكم باللسان يا بعد راسي. الله يوفقكم فيما بذلتوا وما اعطيتوا. عسى الله يكتب لكم التوفيق ان شاء الله. وتراني جمهور لكم يا حبيب قلبي. جعلكم على القوه. والله اني محب وادعم كل واحد يبحث عن النجاح. بس ليش طلعت صوره منك يمين؟ لاني ما باك تشوف ملامح عيني ممكن انها تدمع في تشوفك. نورد. ما اثبتني مشاعرك. يا ابو محمد. يبقى الله يبقى. يلا حيا. الله يبقيك. الفرصه السعيده والله. الله يسعد ايامك. تراني يا بني شهر نحبك. انا بعد احبك. جعلني في دخاطرك. انت من اللي صلى الله الله انا مأموم. انت امامنا اليوم. جعلني في دخاطرك. ان شاء الله انا مقبول. الله يجعلها يا رب ويطول بعمرك. نحبك. سلمي على بني شهرك. لبيك. واصل سنابك ذا البني شهر والمقطع ذا البني شهر كلهم. والله انا نحبك. لبيك. يسلم عليكم ابو محمد يا بني شهر كافه. جعلني في دعائك. الله يقويك. الفرصه السعيده. إذا بديت وجهك جعلني بدأ خاطرك. يا
احد قادات المجتمع في مجال التدريس. نور الدين سعد الله. الله يطول عمرك. يلا حيه. اذا جاء ابو سعد يطرد طالب مثلا مشاكس بالفصل يبغى يروح للوكيل بكل حب تفضل وكيل. خطا. والله خطا. شويها والله. معي زبيب تبغى. والله يسويها. امي تحسب المنفذ بيسالوني اسئله. بعض الامهات مو بعض كل الامهات يحبون الخير لابناء الا ام زياد ما تبغى يدخل مجال هذا غشته. مرحبا. الله يبقيك. يلا حيه. الله يرحمه. كل شيء. الله يعزك. نور الدنيا. الله يرحمه تلميذي. يا بعد روحي. حتى في اختيار النظارات ما تدري هو يطالع فيك ولا يطالع على جنب. حاب ايش النصيحة اللي قلتها قبل شيء؟ لا تشمت بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. حديث. لا بس يعني انت تسمع وانا اسمع ما قاعد اختابك انا. بس انت النهار هذه المشكله ما عاد اكتسبها الا انت كان ذلك صارت تنرفز. الله يرضي ابو سحر. الله يعزك. الله يحييك. الله يرحم والديك. عسى ما تعبك الطريق في الجو. بقوله بيض الله وجيههم والله العظيم انهم لاحقيني بجميل اني ما اقدر ارده ومرحبا مليون يا مرحبا. يمثل دين خير تمثيل ويبدو لي ان هنالك فيه مفاجاه جماعة الخير وبدا العد التنازلي. مرحبا ومسهلا بكم جميع في محلاتكم ودياركم للي جاء من قريب وللي جاء من بعيد. مرحبا والله ومسهلا. مرحبا مليون. انا سعيد ومتشرف قبل اتكلم عن الفوز والجائزة دي انا اشوفها كبر الجبال. اليوم ما تسوى شيء بحضوركم والله اني صادق. انتوا الفوز وانتوا الجائزة. تواجدكم هو بحد ذاته جائزة وفوز. الله يطول عماركم ومرحبا ومسهلا مليون. انا صحيح اني في البرنامج واجهت عثرات وطلبت بالانسحاب 3 مرات واصر الجمهور واصر الغالين اني اجلس وجلست وبعد الله سبحانه وتعالى ودعم الطيبين المطاليق اللي ذكرت اساميهم وبذكرها بعد شوي على المنبر. مرحبا بهم ومسهلا حضروا وغيابهم حضورهم وغيابهم وبالجميع. ترى تواجد كل رجال منكم اليوم دعم العيفان كلام كل رجال لو برسالة واحدة دعم العفان بيضان وجيه. الله لا يهينكم ويطول عماركم. ودي أطول في الكلام لكن خير الكلام ما قل ودل. والله بالله إن اللي في خاطري واجد لكم. أنا اليوم المشاعر ضايعة ما أدري والله وش أقول وش أخلي لكن اللي بقوله الجائزة أنتو والفوز أنتو. مرحبا والله ومسهلا مليون. مرحبا من خاطر سمح وحجاج طليق ومن هجوس لا بغي انت بالبيت انتبه. مرحبا ومسهلا مليون. اللي سعدنا من سعدها في الليلة اللي سعدنا من سعدها ومن الغلا والله لا جاوب الجفن ويشحل الليالي اللي سهر قبلها واغضى بعدها هلالها المجد والمزن المفاخر وبروقها الطيب والكرمة رعدها عند الهواجر سم التاريخ دايم مذاري بيوت قحطان وعمدها. رجل عن قبيلة سبحان من بالصفه هذه فردها اسماءهم لو تحصيها السجلات افعالهم محد يحصي افعالهم ما حد يحصي عددها للداني يقرب من الاصبع للاصبع وللقاصي يأمن على الروح بجسدها للمحسن سلاح وحزام وانا رفيق علشان الرفاقه ابقى على عجلتي ولا افتقدها. مرحبا والله. الله يحييك. الله يبقيك. الفرصة سعيدة يعني فداك ويجعلك على القوة. اللهم امين. ترى انا نحبك جدا يا بني شهر. الله يجعلني ما خلا من بني شهر. يا حبيبي والله ان اليوم هذا اليوم مبارك اللي يشوفك. الله يرحم والديك. حبك واغليك من ازمان بعد. جعلني بدا خاطرك يا يجعلك على القوة ان شاء الله. ونلتقي دائما بالافراح. باذن الله.
اخي ودك انه بنادم يقدر يطلع تسده. اعوذ بالله. يجيب له الطشت مالك من يخابر الطشت الاول. ليه؟ اللي زنب... زي نومبه القط. الله الله. صب عليه ماء. ايه. كلوركس شوي. بالضبط. صب عليه تايت. الكبد ولا القلب؟ الكبد. ايوه. صب عليه تايت. هذا صابون تايت. ايه. معاه كليفه حديد. ايه. تاخذ كبدك وتغطسه شوي. تجرشها. تجرشها بالحديد. اي شخص قال بنسدك. قلبه قلبه. يطيح. ذيلي وراك ذيلي وراك. يعني خليني بقول لك. ايه. وجرش. ايه. الين الين تصحى. لا صغت. سبعها ماء. ما بس. سبعها في ماء. على الشمس اضحى الساعة 9 لا جاء الساعة 11 خلها وردها صدق لتعيش حياتك من اللي استفز كبدك الآن وانت وجدك أمة محمد لذلك انسونكم انسونا من دعائكم لعل الله يستجيب دعواتنا ودعواتكم ان شاء الله زبيدي وين الزهيوي زهيوي لا يا حمار زهيوي ما دخل زهيوي شو هو الضراط الضراط شو انا ما عرفت ايش تسمونه انتم زهيوي الليمون لا يا غبي زهيوي الضراط بالله الضراط اللي في الجدار الوسط لا شبعنا حاد خلاص انا صبري المجهول والانتظار اسعد الله مساكم جميع بكل خير وصلنا الى محفل عيفان العيفان الله يبارك لها ان شاء الله وعز الله انه يستاهل هذا الحضور مشرف وذا المقام اللي يرفع الراس الله يبارك لها ان شاء الله يا مرحبا يا ابو عوض اهلا وسهلا الله الله زايد ساب لي شخص لك ايوه على بقى الف مبروك يا عيفان الله يطول عمرك العظيم اني ما حطيت المكان ولا خصيت الا من احبه ود الله يجعلنا نفسك والله العظيم اننا سعيدين جدا شاكر الله يجعل دمك الجنه يا شيخ عسى الله يستاهل محطه من محطات النجاح في مسيره شاهدي الله يعطيكم العافيه ما تابعنا ما شاء الله تبارك الله وش تقول العيفان كفو هذا الواقعية يا جماعة طيب وين عيفان أستاذنك يا عيفان ما شاء الله تبارك الله الله يحفظهم إن شاء الله نبي التحديات اللي واجهتك في البرنامج مشاعرك ما قبل اخواننا سواء من داخل الكويت او من خارجها لا تقل اهميتها عن مشاعرك اثناء تتويجك في الهاتف تفضل يا مرحبا مرحبا بالحياه ايش عندك حفله عشان الاضاءه تجي قويه يا مرحبا لي والله تعرف خلاص خلاص انت الموضوع سلومي تحب ندومي يا مرحبا زميلي لب قلبوك مرحب بسم الله تكي يا مرحبا لب قلبك والله الله يطول عمرك انتبه انتبه انا جاوب الجفن ويش احلى الليالي اللي سهر قبلها واغضى بعدها هلال هالمجد والمزن
فاخر وبروقها الطيب والكرمة رعدها عند الهواء. يا زينة زينة يا مرحلة يا ابو ناصر، والله العظيم مشتاقين جدا. كم صار لنا؟ الله يبيض وجع عفان اللي خلانا نجتمع يا حبيبي. يا رب والله الله يرحم والديك ابو ناصر. اعوذ بالله يجيب له طشت مال من خبر الطشت الاول. ليه؟ اللي زومبا زي زومبا القط. الله الله صب عليه صب عليه تايت. الكبد ولا القلب؟ الكبد. ايوه صب عليه تايت. هذا صابون تايت. ايه معك ليفه حديد. ايه انت تاخذ كبدك وتغطسه شوي. إيه؟ تجرشها تجرشها بالحديد. اي شخص قال بنسبك قلبه قلبه يطيح زي اللي وراك زي اللي وراك يعني خلي بقول لك وجرش الين الين تحصل لا صحت. سبعها ما ما بس سبعها في ما حط على الشمس الساعه 9 لا جا الساعه 11 صدق لتعيش حياتك. من اللي استفز كبدك الان؟ انت وجدك امه وحبك. صدق لتعيش حياتك يا مرحبا. انا احب الحياه والله. روح يا رجال روح روح يا ولد يا ولد هدي يا ولد. ها ها عيشه خلاص خلاص والله لا يوفقك. اقسم بالله يا ولد سبحان الله ورده تخلي ابن ادم يبتسم. حياه حلوه تستاهل ابو لا بعوض الشيك. اقسم بالله العظيم مده طويله ما حد اعطاني حتى يا شيخ ربع ورده. يا شيخ الله يجبر بخاطر الله يجبر. سد نفسي عود. هو وينه؟ تستاهل والله. يا كم واحد يتمنى حل. اي والله والله يسد الحل ويسد نفسك يا ساعه كيكة كيكة علي 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 اسمعني. رد علي رد علي لا مبتسم. انت من الرياجيل اسمعني انت من الرياجيل انت ولا جبر. انت وعلي وانا علي بالطلاق ان السما ترحب. طول عمرك والله يبقيك. الله يبقيك. علي بالطلاق ان الله يا ولد الله معلك زود معلك زود. سيف لا تسبر ربع اول شيء وعلي بالطلاق ان اخطا عليك يوم قال الكلاب انت بحيوانات. يا زايد معلك زود يا حبيبي الله يرحمك. انت بختك بالقلب ما هو من هو مسرق.
ساعتين ثانية راح. من أول ما سرق؟ أنا. ليه؟ ومن أول ما دس. من أول ما دس. كم من دس؟ من دس الكعبة الأبيض. أنا دس. دوله بالك. دسيت. راح الحبيب الزين. راح من راح؟ ما بين طرفة عين. راح الحبيب الزين. وراحت معه أحلالا. ربع طلعنا من الحفل وجالسين هنا. انا ابو ملهي قاعدين ندور الموضوع ان نتناقش فيه لازم تبين بالك كان تبينا نتناقش لازم هو شيء نشغل الصفاء الذهني حلو كيف تشغل الصفاء الذهني انك تسولف مع نفسك شوي شلون يعني قاعد 5 دقائق مع نفسك تقعد 5 دقائق مع نفسك طيب اسمعني انت عطني موضوع انا اعطيك موضوع طيب عطني جواب تكلم عن الصفاء الذهني الصفاء الذهني ابو ملهي انك تطلع كل الأمور طالع مثلا في اللون الاسود هذا حلو تحط اي لون اسود هذا مثلا حلو يعني هذا طالع فيه اي حط كل نظرك فيه وكل تفكيرك فيه وعاين فيه ثواني بس لين تحس ان اسمح لي بس ثانيه ولا كيف احط كذا عاين فيه لين تحس الامور تتساقط مستغرب وقاعد يطالع فيني مستغرب انا عارف الامور انك تتساقط حبه حبه بعدين تحس نفسك انك الله مش مأز قصدي مستنشق مستنشق الله يا حبيبي يا